انا كنت بدي اسالك مره سيدنا الشيخ عن شغلات تتعلق بالافرازات اللي بتطلع من البني ادم. نعم. في منها مثلا ناخذ مثال مثلا عزكم الله البول. ليش البول نجس؟ مع انه الانسان لما بتبول بتبولش كل البول، بضل في عنده جزء من البول في المثانه، والمثانه جزء من الجسم. مضبوط؟ مضبوط. فهل هي تعتبر نجسه؟ نعم. واللي جنبها اللي هو المصران الفلاني مش نجس؟ كل شيء داخل جوف الانسان ولو كان من القاذورات لا يأخذ حكم النجاسة حتى يخرج خارج البدن. سبب حكم الشارع الحكيم، لأنه من القواعد الشرعية قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. تفسير هذه الآية في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان حكم علينا بأنه ما في كرشنا وما في مثانتنا من النجاسات يجب إزالتها، هذا تكليف ما لا يطاق. وربنا عز وجل أكرم وأرحم بعباده من أن يكلفهم بما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن حينما يصبح هذا الشيء القذر النجس في متناول الإنسان أن يزيله، أصبح مكلفا بإزالته، وبخاصة أنه في ذلك إضرارا بصحته، لأن هذه النجاسات أيضا فيما أعتقد الناحية الطبية تأمر بالنظافة، ولكن الشرع سبق الأطباء بأحكامه، ولذلك فنحن تبع للشرع، والأطباء المسلمون تبعا أيضا للشرع. صاحب الطبيب يعني هو العالم بحيث يكون المعلومة اللي بيعرفها يعني علميا صحيحة ودينيا برضو صحيحة. ولذلك أنا جمعت لك بين الشرع والطب في معرفة تحريم الدخان. ما هو الفرق، شو الفرق بين البول والدموع مثلا؟ ليش الدموع تقريبا يعني مكونات الأملاح الموجودة هو الموجودة هو، لكن ليسوا سواء، ليسوا سواء بالمشاهدة. يعني يكون الشيء قد يكون من ناحية طبية أو من ناحية نسميها الكيميائية قد يكون واحدا، ولا أعتقد هذا بطبيعة الحال، لكن الواقع يشهد أنه الدماء غير البول. فأحيانا الإنسان يبكي وتتقاطر بعض الدمعات إلى إيه؟ فمه. هل تظن أنه الطعم الذي يجده من الدمع هو كما يجده من الدم ومن البول؟ لا يستويان يعني. مثلا هذا الفارق وحده كافي من الناحية المنطقية، وإلا نحن ليس لنا أن نتحكم على الشارع الحكيم الذي هو رب العالمين، فنقول مثلا لماذا فرض صلاة الفجر ركعتين والمغرب 3 ركعات وبقية صلوات أربعا أربعا أربعا، ولماذا جعل بعضها سرا وبعضها جهرا وبعضها جمع فيها بين الجهر والسر؟ نقول رب العالمين. تتمة الكلام في الشريط التالي بما يشاء. وليس من المفروض في الإنسان، كل الإنسان، أنه يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، صح ولا لا؟ وأظنك معي في من يقول من الأوروبيين أنفسهم: مزددنا يوما علما